في هجوم صاروخي جديد استهدف القوات الأمريكية في سوريا أصيب جندي بجروح ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في شرق سوريا جراء هجمات صاروخية أو بالطيران المسير إلى 6 إضافة إلى سقوط متعاقد أمريكي. ووفق وكالة سبوتنيك الروسية فقد سمعت أصوات انفجارات في محيط منطقة دير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول نجمت عن قصف صاروخي استهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز بريف دير الزور. وكان عدد من المجموعات الموالية لإيران في سوريا قد أصدر تحذيرا يتوعد القوات الأمريكية بالرد على أي ضربات أمريكية أخرى على مواقعها. وفي بيان صادر عن مركز الاستشاري الإيراني في سوريا فإن عناصر المجموعات لديها القدرة على الرد في حال تم استهداف مراكزها وجنودها على الأراضي السورية. وسبق البيان قصف أمريكي استهدف قواعد مجموعات موالية لإيران في سوريا وأدى إلى سقوط نحو 14 مقاتلا وفق وسائل إعلام سورية معارضة. وطال القصف الأمريكي مواقع عدة في شرق سوريا أبرزها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور ما أدى إلى تدميره بالكامل فضلا عن استهداف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال. إلى ذلك شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن بلاده لا تسعى للصراع مع إيران ولكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها. I was informed by my national security team on the way over here that about an attack in Syria yesterday, an Iranian-backed militant groups used an unmanned aerial vehicle to strike one of our facilities, causing several American casualties. One of our citizens tragically died in that attack. And on the flight up yesterday, I spoke to our national security team and ordered an immediate response. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria, targeting those responsible for attacking our personnel. My heart and deepest condolences go out to the family of the American we lost and wish a speedy recovery for those who were wounded. But I'm also grateful for the professionalism of our service members who so ably carried out this response. And to make no mistake, the United States does not emphasize seek conflict with Iran, but be prepared for us to act forcefully, protect our people.